بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات أولياء الأمور وبناء على الطلاب الصف الرابع هنقدم مراجعة في صورة أسئلة وأجوبة لمادة سي أي تي أو مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول. دائما وأبدا بنسعى إن احنا نقدم مادة علمية بأسلوب صحيح، اتمنى الكل يستفاد منه، اتمنى ان احنا نعمل مشاركه لهذا الفيديو لتعم الفائده على اكبر نطاق. هنبدا الاول مع حضراتكم السؤال الاولاني، السؤال الاولاني اختر الاجابه الصحيحه. عندنا مجموعه من العبارات وكل عباره قدامنا الف وب وجيم. السؤال الاولاني بيقول لي ايه؟ ارسل صديق لك ملفا ما وتريد حفظه على جهازك فانت بحاجه الى، بالتاكيد الاجابه الصحيحه هي تنزيل الملف، يبقى هنعمل داونلود. تستخدم برمجيات تكبير الشاشه للاشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. تستخدم محادثات الفيديو للتواصل بالصوت والصوره. احد الاجهزه الملحقه التي تستخدمها خلال محادثات الفيديو الكاميرا. تميز عصر الثوره الالكترونيه بظهور الكمبيوتر المحمول. من اجهزه الادخال الماسح الضوء اللي هو السكانر. من برامج جهاز الكمبيوتر برنامج الوورد. من اجهزه الاخراج الطبعه البرنتر من اجهزه الاخراج. يمكن التواصل مع الاخرين من خلال الرسائل النصيه الفوريه زي الواتساب او السكايبي وخلافه. بعد ذلك ننتقل الى السؤال العاشر. المتنمر هو شخص سيء، المتنمر هو شخص سيء. من المصادر الموثوق فيها لاستخراج المعلومات بنك المعرفة المصري. عند وجود مشكلة في فتح أحد التطبيقات على جهاز الكمبيوتر فأنت قد تكون في حاجة إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر مرة أخرى. رسائل تدعو لإعلانات زائفة اللي هي الرسائل المزعجة. من كلمات المرور القوية، من كلمات المرور القوية ناخد بالنا، ما بتقولش عن 8 حروف وأرقام وبتستخدم تشكيلة ما بينهم، بتستخدم علامات خاصة فهي أقواهم باء اللي هي هاش سري احمد اد، دي اقوى كلمه في الثلاث كلمات. يجب ان تفعل خاصيه الحجم مع شخص يسيء اليك. يستخدم ايه كوسيله اتصال في العصر حديث البريد الالكتروني. تستخدم الكاميرا والميكروفون في محادثات الفيديو. تتيح برمجيات تكبير الشاشه اللي هي رؤيه المعلومات. من الاجهزه التي يحتاجها برنامج معالجه النصوص لكتابه الكتابه على الكمبيوتر هي لوحه المفاتيح. أرسل شخص ما طلب صداقة على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب عليك إيه؟ التأكد من هويته، يعني من شخصيته. المكون المسؤول عن إدخال البيانات للكمبيوتر هي لوحة المفاتيح. من الضروري أن تتضمن كلمات المرور الخاصة بك حروفًا وأرقامًا ورموزًا خاصة. تعتبر المعلومات هي نتائج مع معالجة البيانات. من إيجابيات أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي هي مساعدة الأشخاص ذوي الهمم. تقوم إيه بتحويل الحروف إلى رموز، طريقة برايل، طريقة برايل بتحول الحروف إلى رموز بارزة فيمكن قراءتها عن طريق اللمس. قبل أن تعبر عن البيانات في رسم بياني يجب تحليلها، يجب الأول تحليلها وتبويبها. معلومات وآراء شخصية تعبر عن صاحبها اللي هي المقالات المنشورة. الأشخاص الذين يقومون بدخول حسابك على الإنترنت يطلق عليهم القراصنة، دولة القراصنة. يجب استخدام خاصية الحجب على مواقع التواصل الاجتماعي مع شخص مجهول يود مشاركة بياناتك. آلة باسكلين هي النسخة الأولى من الآلة الحاسبة. جهاز يساعد المكفوفين اللي هو نظام برايل الطرفي. جهاز يتيح لغير الناطقين التحدث اللي هو مركب الكلام. أحد الاختراعات التي ظهرت في عصر الثورة الإلكترونية اللي هي الأقمار الصناعية. أول مرحلة للتعامل مع البيانات هي جمع البيانات. تتضمن إيه؟ اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك، دي تسمى المعلومات الشخصية. تحول إيه؟ الحروف إلى رموز بارزة طريقة برايل. يستخدم إيه؟ لنسخ الورق داخل الكمبيوتر. يستخدم الماسح الضوئي اللي هو السكانر. يعمل برنامج إيه على حماية أجهزتك من المخاطر؟ هو برامج مكافحة الفيروسات. تستخدم ايه كوسيلة اتصال في العصر الحديث اللي هو البريد الالكتروني. يفضل اعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر بعد اصلاح وإعادة تركيب الفارة. من الاجهزة التي يحتاجها برنامج معالجة النصوص للكتابة على الكمبيوتر هي لوحة المفاتيح.
تمكنك من اخراج المقاطع اللي هي مكبر الصوت، تمكنك من اخراج المقاطع الصوتية من الكمبيوتر. تريد ان تجد احد الملفات على جهازك، فانت بحاجة الى استخدام صندوق البحث اللي هو سيرش بوكس. الامر المسؤول عن خلق تطبيقات جهاز الكمبيوتر الشخصي او المحمول هو الت وديليت كنترول، او ديل والت كنترول حسب الترتيب كده. يسمح مكبر صوت الكمبيوتر بايه؟ باخراج معلومات سمعيه. تساعد ذوي الهمم يفقد احد الاطراف في ممارسه حياتهم اليوميه للساق الصناعيه او الاصطناعيه. المخطط الزمني لتطور التكنولوجي هو الاقلام، الاله الكاتبه، معالج الكلمات. من الضروري ان تضمن كلمه المرور الخاصه بك حروفا وارقاما ورموزا خاصه. يعد ايه من الامور الهامه التي يجب مراعاتها عند مشاركه المعلومات اللي هي ذكر مصدر المعلومه. يبقى يعد ذكر مصدر المعلومه من الامور الهامه التي يجب مراعاتها عند مشاركه المعلومات. يمكنك رسم الرسوم البيانيه على ورق او باستخدام برنامج جدول البيانات الاكسل. قائمه من النتائج يتم جمعها وعرضها بالاستناد لعمليه بحث تسمى النتائج ريزالتس. الرمز الذي يضمن شمول البحث للكلمات هو رمز الزائد اللي هو البلس. يستخدم نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس اف اي عن طريق الاقمار الصناعيه. لتكوين كلمه مرور قويه يجب الا تقل عن 8 حروف. تعتبر ايه من المصادر الرقميه غير الموثوقه اللي هي الويكي. لمشاركه البيانات عبر الانترنت يجب استخدام الايميل. الايميل تحتوي على العديد من الابحاث اللي هي شبكه الانترنت، تحتوي على العديد من الابحاث والتقارير. الرسائل غير المرغوبه قد تتضمن فيروسات. اذا الرسائل غير المرغوبه قد تتضمن فيروسات تسمى الرسائل المزعجه او الاسبام. اسمك وعنوانك تعتبر من البيانات الشخصيه. يمكنك ايه من النوع حفظ على الجهاز. يمكنك تنزيل الملف، عمل داونلود. يمكنك البحث عن المعلومات التي ترغب فيها عبر شبكه الانترنت عن طريق الصور. خدوا بالكم من هذه المعلومة. يبقى يمكنك البحث عن المعلومات اللي ترغب فيها عبر شبكة الانترنت عن طريق أي صورة تعرف هذه البيانات. يستخدم برنامج لإدخال النصوص، برنامج الوورد. عند البحث عن حمل أو جملة معينة تضع هذه الجملة بين علامتي التنصيص. يمكنك استخدامه للبحث عن المعلومات عبر شبكة الانترنت محرك البحث. عند عمل شخص ما فإنه لا يستطيع التواصل معك عند عمل بلوك أو حجب. يتم إرسال واستقبال رسائل نصية عبر الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني. لتحميل الملفات من شبكة الإنترنت إلى جهاز الكمبيوتر يستخدم نستخدم الداونلود. من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك. من الخدمات الإيجابية لشبكة الإنترنت اللي هي البحث عن المعلومات. كده كان السؤال الأولاني اللي هو الاختيار المتعدد. السؤال الثاني اللي هو ضع علامة صح أو خطأ. برنامج مكافحة الفيروسات يمكن أن يزيل الفيروسات التي أثرت بالفعل على جهازك. هذه العبارة صحيحة. تساعد أجهزة الإدخال على معالجة البيانات. هذه العبارة خطأ. يشير المصطلح الإي كي بي إلى بنك المعرفة المصري. بالفعل هذه العبارة صحيحة. يجب أن تتكون كلمة المرور قوية من 5 أحرف على الأقل. هذه العبارة خطأ لأنها 8. مواقع الويب التي نهايتها كوم هي مواقع موثوق بها. هذه العبارة صحيحة. طريقة برايل تحول الحروف إلى رموز بارزة. هذه العبارة صحيحة. يتصل نظام تحديد المواقع الجي بي اس بالأقمار الصناعية. هذه العبارة صحيحة. يجب الاستئذان قبل نشر أي معلومات عن أصدقائك. هذه العبارة صحيحة. تستخدم علامة التنصيص لحصر نتائج البحث. هذه العبارة خطأ. لحصر على نتائج البحث تستخدم علامة زائد. لوحة المفاتيح هي جهاز يستخدم لاستخراج البيانات. هذه العبارة خطأ لأنها إدخال، وحدات إدخال. يستخدم ذوي الهمم من ضعاف البصر سماعات الأذن. هذه العبارة خطأ لأنه بيقول لك من ضعاف البصر ولم يقل من ضعاف السمع. ناخد بالنا من هذه العبارة. يجب أن تخبر شخص تثق به عندما تتعرض لموقف مزعج على الإنترنت. هذه العبارة صحيحة. الفأرة متوقفة عن العمل. يبقى يجب التأكد من توصيل الكابلات. هذه العبارة صحيحة. كل المعلومات على شبكة الإنترنت صحيحة تماما. هذه العبارة خطأ. يمكنك رؤية ما تفعله على جهازك بالنظر إلى شاشة العرض. هذه العبارة صحيحة. المعلومات هي النتيجة الأخيرة التي نحصل عليها بعد المعالجة. هذه العبارة صحيحة. يساعدنا اختيار كلمات البحث بدقة على الحصول على النتائج المطلوبة. هذه العبارة صحيحة. المواقع الإلكترونية التي تتضمن روابط ايديو تتمتع بدرجة عالية من المصداقية. هذه العبارة صحيحة لأن دي كلمة اختصار لإديوكيشن.
نستخدم زر الكاميرا للبحث عن الكلمات المجهولة في الإنترنت، هذه العبارة خطأ. يستخدم جهاز الرادار مخترق الأرض في إيجاد الأجسام تحت سطح الأرض، هذه العبارة صحيحة. معالج الكلمات وورد هو نوع من الأجهزة، خطأ، لأن ده برنامج سوفت وير. من مخاطر الإنترنت استخدام الآخرين بياناتك الشخصية، هذه العبارة صحيحة. يمكنك الدخول إلى مكتبة بنك المعرفة مجانا، هذه العبارة صحيحة. التنمر هو تصرف شخص بطريقة سيئة تجاه شخص آخر بشكل متكرر، هذه العبارة صحيحة. وحدة المعالجة سي بي يو نوع من البرمجيات، هذه العبارة خطأ لأنها من الهاردوير. يفضل استخدام كلمة المرور المختلفة لكل حساب لك على الإنترنت، هذه العبارة صحيحة. عند حجب شخص ما يمكن الاستمرار في رؤية منشوراتك، لأ، لأن الحجب عمل بلوك، لأ، بس العبارة خطأ. إذا لم تتمكن من إيجاد ملف تبحث عنه يجب إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر، هذه العبارة خطأ، لأن يجب إعادة البحث مرة أخرى وبأسلوب آخر وبكلمات أخرى. تساعدنا شبكة الإنترنت على إيجاد المعلومات التي نحصل على، هذه العبارة صحيحة. تعمل أجهزة الإدخال في الكمبيوتر على معالجة البيانات، هذه العبارة خطأ. أجهزة الإدخال ما بتعملش معالجة، أجهزة الإدخال زي الكيبورد وزي الماوس دي ما بتعملش معالجة. تعتبر الكتب والمجلات من مصادر جمع البيانات، هذه العبارة صحيحة. يستخدم نظام تحديد المواقع جي بي اس في إيجاد الأماكن التي ترغب في زيارتها، هذه العبارة صحيحة. كلما زادت صعوبة كلمة المرور لحسابك زاد خطر اختراقك، هذه العبارة خطأ. عدم حجم شخص ما يمكنه من الاستمرار في رؤية منشوراتك، هذه العبارة صحيحة. يبقى عدم حجم شخص ده يمكنه من الاستمرار في رؤية منشوراتك، هذه العبارة صحيحة. عند تحميل ملف من الانترنت على جهازك تجده في مجلد الداونلود، هذه العبارة صحيحة. عند تسلمك رسالة بذيئة لا يجب أن ترسلها لأحد، هذه العبارة صحيحة. عند مشاركتك لمعلومات يجب ذكر مصدرها، هذه العبارة صحيحة. أثناء النشر أو البحث عن معلومات يجب احترام حقوق الملكية الفكرية، هذه العبارة صحيحة. المواقع الإلكترونية إذن أثناء النشر أو البحث يجب حقوق، هذه العبارة صحيحة. المواقع الإلكترونية الموثوق هي التي تتضمن روابطها جي أو في جوفرنمنت، هذه العبارة صحيحة. تستخدم برامج مكافحة الفيروسات لحماية جهازك من المخاطر، هذه العبارة صحيحة. عملية إدخال البيانات هي آخر مرحلة للوصول إلى المعلومات النهائية، هذه العبارة خطأ لأن دي أول مرحلة. بعد استطلاع الرأي والتجارب من يعد استطلاع الرأي والتجارب من أهم مصادر جمع المعلومات، هذه العبارة صحيحة. استخدم البريد الإلكتروني لمشاركة البيانات والتواصل مع الأصدقاء، صح. لوحة المفاتيح تقوم بإدخال الحروف والأرقام، صح. نظام التشغيل ليس ضروري، هذه العبارة خطأ. شبكة الإنترنت غير مهمة في الحصول على المعلومات، هذه العبارة خطأ. تستخدم الطبعة في طباعة الصور والمعلومات من الكمبيوتر على الورق، صح. مركب الكلام هو جهاز يتيح لغير الناطقين التحدث، هذه العبارة صحيحة. تستخدم علامة زائد للحصول على نتائج مجهولة في عملية البحث، هذه العبارة خطأ لأن زائد أنت تضمنها، يبقى أنت عايز معلومات على وجه الدقة. من الضروري تضمين كلمات المرور الخاصة بك حروف وأرقام، صح. يستخدم الكمبيوتر لإنشاء وتعديل جداول البيانات والعروض التقديمية، صح. يعتبر برنامج العروض التقديمية طريقة ممتعة لعرض الأفكار، صح. تعتبر سماعات الأذن أحد الأجهزة لميل لذوي الإعاقة السمعية، خد بالك بقى احنا بنكمل بعض كده بالنسبة لأكمل أو الاختيار المتعدد بالنسبة لصح ولا، هذه العبارة صحيحة. عند مراجعة البيانات يجب عليك مراجعة البيانات التي جمعتها، صح. من مميزات الرسم البياني سهولة قراءة النتائج، صح. تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي أحد وسائل التواصل الإلكتروني، صح. يمكن استخدام أدوات برامج المتصفح لمنع مشاهدات الفيديو غير لائقة، هذه العبارة صحيحة. يمكن لزميلك استخدام بياناتك الشخصية دون الرجوع إليك، هذه العبارة خطأ. يجب دائما احترام القانون عند صفحة الانترنت، هذه العبارة صحيحة. الرسائل المزعجة لأسباب تشمل الرسائل غير المرغوب فيها، هذه العبارة خطأ. يستخدم محرك البحث في إيجاد إجابة سؤال بسهولة، هذه العبارة صحيحة. يمكن استخدام الصور بدل من الكلمات في عملية البحث، هذه العبارة صحيحة. كل معلومات وسائل التواصل الاجتماعي موثوق، هذه العبارة خطأ. يمكن ارسال بريد الكتروني بدون كتابة بريد الكتروني مرسل، لهذه العبارة خطأ. يمكن اضافة علامة زائد قبل الكلمة التي تروج ظهورها في نتائج البحث، هذه العبارة صحيحة. يمكن اضافة اشخاص مجهولين الى قائمة اصدقائك في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه العبارة خطأ. يعتبر ويكي مصدر غير موثوق فيه، هذه العبارة صحيحة. يعتبر استخدام مصدر واحد للمعلومات كافي لتكوين اختيار افكارك، هذه العبارة خطأ. الرسم البياني وسيلة جيدة لعرض ومقارنة النتائج، صح. التواصل مع شخص مجهول قد يعرضك للتنمر، صح. يمكن استخدام برنامج المتصفح لمنع مشاهدات الفيديو غير اللائقة، صح. عند جمع البيانات عليك مراجعة البيانات التي جمعتها، صح. اختيار كلمات دقيقة ومحددة يساعدنا في البحث، صح. يجب استئذان أصدقائك قبل نشر أي معلومات، صح. تعتبر برمجيات تكبير الشاشة من التكنولوجيا المساعدة، هذه العبارة صحيحة. يبقى دول سؤالين. ممكن يجي لك سؤال بقى انك ايه اختيار زي ده مثلا يستخدم في العصر الحديث كوسيلة اتصال، هو البريد الالكتروني.
تتيح ادخال النصوص الى جهاز الكمبيوتر لوحد المفاتيح لحل مشكله توقف جهاز الكمبيوتر، يبقى بنقوم باطفاءه واعاده تشغيله مره اخرى. عمليه التفكير، اسئله فيها فكر، كيف يمكن التعبير عن عدم ثقتك بشخص ما؟ ازاي هتقول اقوم بعمل حاجب لهذا الشخص حتى لا يتمكن من رؤيه ما انشره؟ ما الذي يميز البريد الالكتروني عن الرسائل النصيه؟ اولا قله التكلفه، السرعه، امكانيه التواصل مع عدد كبير جدا من الاشخاص في اماكن بعيده. كيف ساعدت التكنولوجيا الحديثه ضحايا الحروب؟ عن طريق ابتكار الاطراف الصناعيه التي تعتبر بديل لاجزاء الجسم. ابتكر رابطا يصلح منظمه حكوميه، قال لك منظمه حكوميه يبقى اخرها جي او في، يبقى هقول www. واجي كاتب اسمي .gov GOV اللي هي منظمه. اكتب مقاله، اكتب مثالا لكلمه مرور وفقا لمعايير الامان. هعمل كده، حرف كابيتال وحرف سمول وكلمه اد وحروف وارقام وعلامه خاصه زي الهاش، يبقى هي ديت افضلهم. يبقى انا ما تقلش عن 8، لا تقل عن 8، فيها حروف كابيتال وحروف سمول وفيها علامات خاصه وفيها ارقام. انت على وشك القيام بحمله نوعيه لمن هم اصغر منك عن كيفيه البقاء امنين اثناء استخدام الانترنت. وضح المعلومات التي سوف تشاركها. هقول اول حاجه عدم مشاركه البيانات الشخصيه مع الاخرين، عدم التواصل مع اشخاص مجهولين، يبقى الاثنين دول بس، ما شاركش بيانات شخصيه مع الاخرين، ما تواصلش مع ناس مجهولين. كيف تساعد التكنولوجيا ضعاف البصر؟ عن طريق ابتكار برامج تقوم بعمل تكبير للشاشه، يبقى التكنولوجيا الناس اللي هم ضعاف البصر في برامج هتكبر الشاشه. كيف يمكن الوصول لنتائج بحث سليمه؟ عن طريق تنويع مصادر البحث والتاكد من مصداقيه هذه المصادر. ما هي اهميه استخدام علامتي التنصيص؟ علامتي التنصيص ديت بتخليك تحصل على معلومات او كلمات معينه بعينها دون غيرها. ما هي استخدامات لوحه المفاتيح؟ اللي هي كتابه النصوص وادخالها الى جهاز الكمبيوتر. كلمات المناسبه، اعطيك مجموعه من الكلمات واعطيك مجموعه من الجمل، يعتبر من اشهر محركات البحث التي تساعد على الوصول الى المعلومات اللي هو محرك بحث جوجل. مواقع تحتوي على اراء شخصيه ويكون فيها مسؤول المحتوى شخصا واحدا فقط هتراجع هذه البيانات اللي هي المدونات الرقميه. وسيله لعرض البيانات بطريقه سهله وملخصه اللي هو الرسم البياني. وسيله تساعد على التحاور مع الاصدقاء اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. المسؤول عن معالجه البيانات هي وحده المعالجه المركزيه او CPU. تساعد على تحويل النصوص الى كلام مسموع اللي هي برمجيات التواصل البديله. تم اختراع الالات في عصر الثوره الميكانيكيه. عمليه نقل المعلومات او الملفات من شبكه النت الى جهاز، يبقى دي اسمها العمليه تسمى التحميل. التصرف بطريقه مزعجه تجاه شخص اخر، ده اللي احنا بنسميه التنمر. تطبيق يساعد على فتح المواقع واستخدام شبكات الانترنت اللي هو المتصفح او البراوزر. اكمل العبارات التاليه، يستخدم في كتابه المقالات والكتب، اللي هي برنامج معالجه النصوص اللي هو الوورد. تقوم بعرقله فعاليه جهاز الكمبيوتر عن القيام بمهام اللي هي الفيروسات او الفيروس. تعتمد ساره كباحثه على مصادر موثوقه لاداء بحوثها العلميه. يعتبر ايه من الاداء؟ يعتبر متصفح الويب اداه رئيسيه للدخول على موقع الانترنت. يقوم جهاز الرادار المخترق للارض بالكشف عن المباني المدفونه تحت الارض. يجب عليك عدم مشاركه بياناتك الشخصيه مع مجهولين لتجنب الرسائل المزعجه. تساعدك على الدخول الى جميع حساباتك ويجب عليك تذكرها هي كلمه المرور. الكمبيوتر المحمول يعتبر سهل التنقل لانه خفيف الوزن. تعتبر الشاشه التي تعمل باللمس وحده ادخال واخراج في نفس الوقت. لاستخراج جواز سفر جديد يجب عليك استخدام رابط ينتهي بجي او في. اتمنى ان اكون وفقت في تقديم مراجعه سريعه ان شاء الله لن يخرج عنها الامتحان. منتظرين دعم حضراتكم لقناتنا وعمل شير وعمل لايك وعمل سبسكرايب. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.